بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. احتج المشككون في تدوين السنة المشرفة بأنه وردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بتنهى عن كتابة السنة، وأحاديث تانية بتأمر بكتابة السنة، فإزاي إن احنا نجمع بين الأمرين؟ ومن هنا بدأوا يشككوا في موضوع كتابة السنة. والحقيقة احنا شفنا في الحلقات السابقة كثرة الكتابات للسنة النبوية وتنوعها، فكيف نفهم هذا الأمر مع ورود النهي النبوي الشريف عن الكتابة للحديث، وبالذات بقى أنه هذا الكلام سرى بين الناس، بقى عامل زي الشائعة عند كثير، شاع هذا الأمر عند كثير من الناس، وخاصة في عصرنا وفي زماننا، حتى أنه ده سنح لبعض الناس أن هم يطعنوا في السنة وافتروا بأنها قد دخلها زيف كثير أو قليل، واعتدوا على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقالوا بأنها هكذا قال المدعون بأنها لم تدون إلا بعد القرن الثالث الهجري، وهذا محض جهل وافتراء وادعاء. والجواب في الحقيقة على هذه الفرية والشبهة هو إن هناك نصوص بالفعل جاءت في النهي عن كتابة الحديث، يعني في نصوص جاءت عن النهي عن كتابة الحديث، وفي نصوص كتيرة جدا وأكثر من النهي جاءت في إجازة كتابة الحديث، يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز كتابة الحديث. طب إزاي هنوفق بين الأمرين؟ العلماء المحدثون جمعوا الأحاديث اللي جاء فيها النهي بعدم كتابة الحديث، جمعوها كلها وقفوا أمامها وقاموا بتحقيقها، يعني بدأوا يبصوا بقى في السند بتاعها، حدثنا فلان عن فلان وروى فلان عن فلان، ده السند يبحثوا فيه،
ويبحثوا كمان في المتن اللي هو نص الرواية، وبدأوا يدققوا النظر عشان يفلتروا أو يعملوا نوع من التحقيق العلمي لهذه المرويات، فيطلعوا الغث الضعيف يعني يضعوه جانبا، والصحيح هو اللي بيعول عليه، ويبتدوا يفهموا إزاي جاءت أحاديث بالأمر بكتابة الحديث الشريف ومرويات أخرى تقول بالنهي عن الكتابة، يعني ما بين الأمر والإثبات. انتهى أهل تحقيق من المحدثين إلى أن الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام اللي مرفوعة فقط وردت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كما في روايته رواية أبي سعيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، وفي رواية تانية: لا تكتبوا شيئا عني غير القرآن، فمن كتب عني غير القرآن فليمحه. طبعا الحديث ده ليه تفسير وليه معنى هنفهمه بعد شوي. ولما جمع أهل الحديث المرويات اللي عن أبي سعيد الخدري اللي هي المرويات المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني المحققون من المحدثين ذهبوا إلى أن في أحاديث وردت في النهي عن كتابة الأحاديث، جمعوها كلها وجدوا أصح ما ذكر فيها أو أصح ما في هذه المسألة هو حديث أبي سعيد الخدري، وحتى أخرج هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه، وقالوا بأنه هو ده الوحيد المقبول، وكانت لهذا الحديث ظروف ورد فيها، لأن النهي عن الكتابة هنا بعد تحقيق أهل الحديث والبحث في صحة هذا الحديث، فهو الحقيقة والحديث ده وإن صح يعني أو هذا الموضوع النهي عن كتابة الحديث هنا، إن صح هذا الحديث الواحد في هذا الباب، فهناك أحاديث كتيرة جدا بتأمر متواترة ومتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمر بكتابة الحديث. يبقى نسبة الأمر بالنهي إلى الأمر بالكتابة إنه النبي لما أمر بالصحابة أو نهاهم عن كتابة الحديث ثم بعد ذلك أذن لهم في كتابة الحديث، الأمر بالنهي ده الأحاديث اللي صحت هو من طريق أبي سعيد الخدري، وإنه ده نسبة واحد لأعداد كتيرة جدا في أحاديث أخرى بتتكلم عن الإذن من النبي عليه الصلاة والسلام بكتابة الأحاديث، وحتى زي ما قلنا كانت بتكتب في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه صلى الله عليه وسلم. الخلاصة يعني في هذه الإشكالية بس حبينا نديها بعض من التحقيق العلمي كما ذكره أهل التحقيق عشان يبقى في تأصيل للمسألة لطلبة هذا الفن من العلوم المهمة، وفي نفس الوقت نفهم أنه لما بيجي موضوع زي كده في كتب كتيرة جدا من لأهل الحديث جمعوا بقى المشكل في الآثار والمشكل في الأحاديث، ولما يجي أحاديث وأحاديث أخرى قد يبدو بينهما تعارض أو بينهم تعارض، إزاي العلماء وهم في كده في عصور مبكرة كانوا بيقعدوا يجمعوا العلم، يجمعوا أقوال النبي عليه الصلاة والسلام ويبحثوا فيها ويفندوها ويقومون فيها بعملية البحث في السند والبحث في المتن، ويوصلوا إيه الأحاديث القوية وإيه الأحاديث الضعيفة، يعني في حركة علمية دائبة من عصر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا الحاضر. والحقيقة خلاصة الكلام في الإشكالية دي إنه فعلا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن كتابة الحديث في الأول، وبعد كده الإذن في كتابة الحديث متأخر جاء بعد كده، وده واضح جدا في كتير من المرويات الصحيحة زي اللي احنا جبناها من كام حلقة فاتت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، يعني يكتبوا له الخطبة بتاعة النبي عليه الصلاة والسلام. أبو شادة كان راجل من اليمن وبيستمع إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته، فأعجبه ما فيها من علم وأحكام، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم اكتبوا لي يا رسول الله، يكتبوا له الكلام اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام وقال اكتبوا لأبي شاه. هو سأل النبي أنه يخلي الكتبة يكتبوا له ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعبد الله بن عمرو بن العاص في الكتاب عنه صلى الله عليه وسلم. وخلي بالنا إن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان يعني حديثه كان متأخر عن النهي، يعني جاء بعد مرحلة النهي. مرحلة النهي زي ما قلنا عن كتابة الحديث كانت في البداية، لكن بعد كده أجاز النبي كتابة الحديث للصحابة. وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان بيكتب، والإجازة له كانت متأخرة لأنه رضي الله عنه لم يزل يكتب ومات وكتابته، يعني لم يزل يكتب ومات وكتابته رضي الله عنه عنده. إيه كتابته دي؟ اللي هي الصحيفة اللي احنا اتكلمنا عنها في آخر لقاء، الصحيفة اللي كان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيسميها الصحيفة الصادقة، لأنه كان بيقعد في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتب. لو تفتكروا أن قريش، مسلمي قريش، نهوا عن الكتابة فبطل يكتب، وبعد كده راح للنبي عليه الصلاة والسلام وذكر له ما حدث وأنه كف عن كتابة الحديث، فأجاز له النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب، وأشار وأومأ إلى فيه وقال ما يخرج منه إلا الحق، وأذن لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص إنه يكتب الحديث. فكان يجلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتب في صحيفته التي كان يعتز بها، وهي الصحيفة الصادقة اللي كان عامل لها صندوق وليه حلق، يعني مأمنها خايف على هذا العلم. ولو كان النهي اللي وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام ممتد، يعني كان النهي ده عن الكتابة متأخرا، لمحاها سيدنا عبد الله بن عمرو لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمحو ما كتب عنه غير القرآن الكريم. فلما لم يمحها سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وأثبتها، دل على أن الإذن متأخر عن النهي. يعني النهي عن كتابة الحديث، أو يفهم من حكم النهي عن كتابة الحديث، إنه كان في بداية الأمر، في بداية يعني نزول القرآن الكريم وبدأ الكتبة يكتبوه، ففي بداية الأمر ده كان النهي. ثم بعد ذلك جاءت إباحة الكتابة للكتبة من الصحابة بعد ذلك. يعني النهي كان عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، حتى لا يعني لا يختلط معه، ويقع يعني في ذلك خلاف أو شقاق بين الصحابة. يعني عملية تنظيمية في تدوين الوحي، إنه ربما النبي عليه الصلاة والسلام وجدهم ماسكين الصحف اللي هم الكتبة، فبيكتبوا القرآن ويكتبوا جنبه الحديث، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذه العلة عشان ما يختلطش الاثنين ببعض. وكان هم لسه في بداية الكتابة، في بداية الأمر، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام منهم يتثبتوا الأول وبعدين يتمرسوا، نوع من التدرج في تلقي الوحي الشريف، تدرج بيؤدي إلى تنظيم علمي في إثبات الوحي الشريف، وده شيء معقول جدا. وجاءت على فكرة يعني الأمر ده صريح في كتير من النصوص الموقوفة التي تمنع، الموقوفة عن الصحابة اللي بتمنع الكتابة، إن هم فهموها إنه حتى لا يختلط القرآن بالحديث. فكان في بداية الأمر ورد هذا النهي، فنقدر نجمع يعني أو نفهم إن النهي عن كتابة الحديث كان في بداية الأمر، ثم بعد ذلك جاءت الإباحة من النبي عليه الصلاة والسلام للكتبة بأنهم يكتبوا بعد ذلك، وده كان من باب التدرج في وسائل، يعني ده كان من باب التدرج الترقي في وسائل حفظ الوحي الشريف، وعشان كمان يمتاز القرآن الكريم بالكتابة عما سواه من السنن النبوية، فيحصل نوع من التأمين، تأمين إنه يبقى فيه لبس ما بين القرآن والسنة. فلما زال بقى هذا المحذور واللبس وتمكن بقى الصحابة من الأمر، ووضح إن القرآن يعني الكريم لا يشتبه بغيره، بعد كده أذن لهم في كتابة الوحي الشريف اللي هو الحديث النبوي الشريف، لأنه هو الوحي الثاني بعد القرآن الكريم. يبقى كده هنقدر نفهم إزاي النبي في بداية الأمر نهى عن كتابة الحديث، ثم بعد ذلك أذن بها، لأني أنا عندي صح حديث في هذا الموضوع،
وعندي أحاديث كتيرة جدا بتتكلم عن الإذن للصحابة بكتابة الحديث النبوي الشريف. فعشان يجمع العلماء بين الاتنين نقحوا الأحاديث اللي جاءت في النهي واستخلصوا منها وجدوا هذا الحديث السليم، وضعوا بجانبها الأحاديث التي أمرت بالكتابة عن وفيها إذن من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام بأنهم يكتبوا الحديث، فجمعوا الاتنين ونظروا إلى السياق الزماني في بداية الأمر إلى نهايته، إنه البداية كانت فيها خوف اللبس على الصحابة الكرام، الكتب منهم اللي كانوا بيكتبوا فيبقى في لبس بين كذا أو كذا، فكان في النهي. ثم بعد ذلك لما أمن هذا الأمر أو أمنوا هذا الأمر بدأوا بعد ذلك في يعني إن هم في عندهم تمييز فبين كتابة القرآن وكتابة السنة النبوية، فكان الإذن الكثيف والمتكرر والتي جاءت به روايات كثيرة بالإذن للصحابة الكرام رضوان الله عليهم في كتابة الحديث، وكانوا يكتبون بالفعل في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحنا شفنا ده من خلال المرويات العديدة اللي إحنا توقفنا عندها في الحلقات الماضية. بعد ذلك لما تفرق بقى الصحابة الكرام في الأمصار والبلدان، وبقى عند كل واحد من الصحابة الكرام ما ليس عند الآخر من السنن، كل واحد عنده ما كتبه ما حفظه مسطورا ومحفوظا في الصدور، بعد فترة جمعت أو بعد بقى هم تفرقوا في الأمصار وبقى في جمع حركة رسمية لجمع ذلك، فجمعت السنة من كل الصحابة في جميع الأمصار المكتوبة والمحفوظة مع وضع، وده كان مبكر جدا إنه المسلمين مش أي كلام كانوا يقبلوه ويقولوا إنه ده من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، حطوا قواعد، وده من العصر من منذ العهد النبوي مش أي حاجة يقبلوا ويصدقوا إن ده من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فوضعوا قواعد مبكرة للاستيثاق من هذا القول الذي ينسب إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولازم ننبه على إنه كمان حصل نوع من الاتساع أو اتساع دائرة الكتابة والتدوين في عهد الصحابة والتابعين، يعني الحديث مر بمراحل فيها تدرج من العهد النبوي الشريف، ثم عهد الصحابة، عهد النبوي الشريف والصحابة كانوا بيقوموا بالكتابة والحفظ، وبعد كده في عند الخلفاء الراشدين والتابعين بعد كده وهكذا، يعني العلم ده ماشي بتسلسل وبينمو بيعمل وفي تطور، لأن دي طبيعة الحياة إنه الشيء بياخد تطور طبيعي، فالعلم كذلك بيأخذ تطور طبيعي في كل ما يتصل بباب العلوم من تقييد العلم أو كتابة العلم أو الاستيثاق منه أو طريقة حفظه أو طريقة تعليمه، كل ده حركة فيها تطور طبيعية مر بيها الحديث الشريف. فعلا اتسعت فعلا دائرة الكتاب مع الصحابة وفي التابعين وفي عصر التابعين اتساع كبير جدا، وده مع برضو حملها حفظا في الصدور كما اعتادوا كعرب على الحفظ، وكذلك موجود الحديث في السطور، فقد صح عن عدد من الصحابة الكرام الأمر لتلامذتهم بتقييد العلم بالكتاب، وقد قال بعضهم يعني ممكن نستشهد في ذلك ما قيل للصحابة وللتابعين كانوا بيأمروا بكده، زي ما قال بعضهم لقتادة ابن دعامة السدوسي التابعي بيقولوا له نكتب ما نسمع منك، هو بيعلمهم الحديث، نكتب ما نسمع منك، وده في عصر التابعين، قال وما يمنعك أن تكتب، واحد من تلامذته بيقول له كل حاجة أنت بتقولها ننفع نكتبها، قال اكتب ما يمنعك أن تكتب وقد أخبرك اللطيف الخبير أنه يكتب، فقال علمها عند ربي في كتاب، وكتب سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وقال له أنكتب إلي بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال العلة بتاعته هو ليه طلب منهم يكتبوا له الحديث، مش عشان ما كانش موجود، لا كان موجود ومدون، لكن أراد نسخ أخرى أو إثبات آخر يكون معاه، أو أرادها هو لنفسه،
لانه طبعا كانت الادوات الكتابيه مش زي دلوقتي، فعايز نسخه هو لنفسه. فهو بيقول العله فاني خشيت دروس العلم وذهابه، خايف ان العلم الدروس يعني درس الشيء يعني بلى انتهى فنى، فهو يخشى دروس العلم وذهاب العلم انه العلم ينتهي، فعايز يستزيد في هذا الامر بانه يبقى فيه معه شيء مكتوب فيه مع الحرص على حفظ الحديث. وكتب كمان سيدنا عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة وقال لهم انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه فإني قد خفت دروس العلم وذهاب أهلي. كان عايز يبقى فيه حركة أكبر وأكثر في الكتابة، في تدوين الحديث، ينقلوه في أكثر من صحيفة، وفي نفس الوقت أنه حركة التعلم والتعليم تزداد نشاطا. وهو كان مهتم جدا سيدنا عمر بن عبد العزيز بعملية العلم والتعليم، وكان دايما يحث الفقهاء لما يلاقي الفقهاء كده حصل لهم نوع من الركود في طلب العلم والتعليم، على طول هو يقظ بأنه لا ما ينفعش، حركة العلم لازم تكون متقدة لأنه مرتبط بيها الحضارة والرقي الإنساني، وبالتالي هو عايز حركة العلم تكون في اشتعال في اتقاد لا تخفت أبدا. فكان يأمرهم رضي الله عنه إن هم يقول لهم لتفشوا العلم ولتفشوا العلم ولتجلسوا، يعني تعملوا مجالس العلم حتى يعلم من لا يعلم، حتى يعلم من لا يعلم، يعني يعلم الذي ليس عنده علم من اللي عنده علم، حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. إن الإنسان يتعلم وما يعلمش، مكتفي بيه مع نفسه، إنما لما يجلس في مجالس العلم وينشر العلم بين الناس ويعلم الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في بيان وفي تعليم بيان الحديث النبوي الشريف، شرحه وتعليمه وكل ما يتصل به هو إفهام للأنام لما جاء في القرآن الكريم. فأمر ضروري أنهم يوسعوا مجالس الحديث في التحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعليم الناس الحديث وإفهام الناس معاني الحديث النبوي الشريف، وأنها لابد أن تكون حلقات متصلة ومتقدة ومستمرة عشان لا يخفت أبدا حركة العلم والتعلم. وحننهي الحلقة دي بالتأكيد أنه وقع الإجماع والاتفاق من جميع أهل العلم، أهل الاختصاص مش الهواة، أهل العلم أهل الاختصاص اللي اشتغلوا ازاي يحققوا سند، واشتغلوا ازاي يحققوا متن، وازاي يستوثقوا من الحديث، واللي غاصوا في بحار علم الحديث، هذا ما أعنيه بأنه اتفق جميع أهل العلم وناقليه على أن الكتابة والتدوين قد وقعت قولا وعملا من العصر الأول الشريف، ولا ينكر ذلك إلا مكذب برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.